إذا توضأ رجل ثم ذهب للصلاة وشك في وضوئه أثناء الصلاة أو بعدها، فما العمل؟ إذا توضأ الإنسان بيقين وأكمل الطهارة ثم حصل له شك بعد ذلك هل انتقض وضوءه أم لا، فإنه لا يلتفت إلى هذا الشك، لأنه متوضئ بيقين، واليقين لا يزول بالشك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيء أشكل عليه أخرج منه شيء فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فاليقين لا يزول بالشك في الطهارة وفي غيرها. نعم.